أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. نفت شركة تسويق النفط الحكومية سومو رفض إحدى شحنات النفط العراقية المصدرة إلى الأسواق العالمية بسبب استبدالها بنفط إيراني. وقالت سومو أنها تؤكد عدم تعرض أي من شحنات النفط الخام العراقي المصدرة إلى الأسواق العالمية عموما وإلى شركة إيني الإيطالية على وجه الخصوص لرفض الاستلام في أي من الموانئ العالمية على حد قولها. يشار إلى أن مصادر صحفية أكدت في وقت سابق أن شركة إيني الإيطالية رفضت استلام شحنات نفط عراقية بعد استبدالها بشحنات أخرى إيرانية. في ظل انعدام السياحة في العراق، قالت وزارة الثقافة والسياحة أنها تسعى لتفعيل الفيزا الإلكترونية لمعالجة أزمة قطاع السياحة الخامل في العراق. وأضافت الوزارة أنه في ظل جميع العقبات والمشاكل التي تواجه السائحين الأجانب، فإنها تعمل على تشكيل فريق عمل فني من الوقفين السني والشيعي لمعالجة هذه الأزمة. حجزت السلطات الجمركية في جمرك مطار بغداد الدولي كمية من الأدوية الطبية هندية المنشأ كانت بحوزة مسافر حاول إدخالها للعراق دون الحصول على موافقات رسمية. وقالت الهيئة العامة للجمارك إنها قامت بحجز شحنة الأدوية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها لمخالفتها الضوابط والتعليمات الجمركية. يشار إلى أن المطارات والمنافذ الحدودية في العراق تشهد عادة عمليات إدخال مواد غذائية وأدوية طبية منتهية الصلاحية بسبب الفساد الذي تعاني منه. أعلنت مديرية الجوازات العامة في محافظة أربيل عن البدء بتطبيق نظام الدوامين الصباحي والمسائي في دوائرها من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء بدءا من يوم غد الأحد. وأوضح إعلام المديرية أن هذا القرار تم اتخاذه لكي يستطيع المواطنون تمشية جميع معاملاتهم المتعلقة بجواز السفر وتقليل الزخم الحاصل على الدوائر المديرية. أما الآن نتابع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.